أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة ساحل تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرة أخرى مع مهرجان سوسة الدولي، سهرة مجموعة جروب بابلون من الجزائر. إذا نتمنى لكم سهرة ممتعة. عسلامة سوسة، إن شاء الله سهرية زينة، وإن شاء الله الليلة زينة، وإن شاء الله ديما عاملين الجو. خليكم مع مجموعة بابلون. ديجا اني حضرت قبل في الحمامات، واني ديجا شونتوز وكيتاريست، وذاك المثل الاعلى نتاعي بالنسبه لي بابلون. صوري كانت هايله الحمد لله. احنا رانا جينا من ليترونجي، انا جاي من الجزائر، طفله جاي من روس، جينا مع بعضنا يتسمع بابلون ثاني، وعرفنا باللي كان الكونسير في سوس، شرينا دي بي، جينا بهم السوس وزدنا جيناكم لهنا الفيستيفال. يعطيكم الصحه، الاورغانيزاسيون مليحه عجبتنا. سهرة تحفونا، يعطيهم الصحة محلاها. أما نورت أفريكا ما فماش في بالنا، فما الجروب تاع نورت أفريكا، أما بابلون يعطيهم الصحة.